هلولا طلعي فيني، لا تنحي تقبريني، طلعتيني ايدك، حطيني ايدك، فردي اصابعك ولي طلعي. لكن اللون شو طبيعي وشو حلو، بحط لك وش واحد اذا ما حبيتي وعد شرف براسي بشيله. يا اختي خلاص، مالي خلق مالي خلق مالي خلق. هلا لازم يكون لك خلق، انت بنت واساسا مرتبه، يعني شو الفكره من انه اظافرك يضلوا هيك؟ هلا بدك يعني استنى ساعه لتحطي لي لون وساعتين لينشف وضيع وقتي؟ ما بدي. انا اشتريت لك منشف وانا بدهن لك اياه، يعني ما عندك حجه بدي ادهن لك؟ بدي ادهن لك. كفي عني. نور مشان الله خليها تحل عني، مالي خلق انا مالي خلق. خلاص بعدها تركيها، ما انا مقتنعه البنت. نور عن جد عم تحكي، ليكي شكل ايديها. يعني بدي افهم منطق انه انت شعراتك مرتبين ولهون وحاططتي لي ميك اب ووشك بياخذ العقل وتاركتي لي اظافيرك كانك هلا كنتي عم تجلي طول النهار؟ لا يا ستي بدك تحطي، واساسا شاريه شغله لإلي ولإلك، هي مفاجاه. انت رح تتفاجئي انها طلعت مني. شو بدها فيني هي مثل بنتي؟ Love you so much. Please don't cry, okay? Bye bye. لك عطيني احكي معها، كم مرة صار لي قايلت لك؟ أبوها عامل لها مشكلة. ضليت ساعة عم بحكي معها وما وقفت بكي. ليش مزعلة؟ قال عم تتابع برنامج للكبار وهو ضد عقله هذا الشيء، قال ما بيصير. هلا هو معه حق بس مو يزعلها للطفلة كمان. هلا أنتِ مع إنه هي تتابع هيك برامج؟ ليش هذا الجيل فيك تمنعي او تسمحي له؟ بس اذا كان لازم تمنعي اكيد مو هيك. اوف كورس انا معك 100%. هلولا ترن ترن، هاي هي المفاجاه، هدول ماسكين للايدين، اشتريت واحد لالي وواحد لالك، وبتعرفيني انا بموضوع المصاري ما بمزح، يعني ما دفعت حقه على الفاضي بدك تستعملي. اختي منتي علينا، انا بدفع لك حقهم بس انا ما رح استخدمهم. مالي خلق مالي خلق، كم مره بدي عيد بنفس السيره؟ ما بدي احكي. توم جاي ليكي ساره، انا بنام بالشارع ولا بقول لحدا اني عم دور على بيت، عم تفهميني؟ لك انا قلت عندي بيت سياح نياح والي كمان، بدك يعني اطلع كذابه؟ تطلعي كذابه؟ لا اكيد. بعدين انت ما لقيتي غير قصه البيت تكتبي فيها؟ لك يا اختي كنتي قولي انه بيت للايجار. يا حبيبتي ما شفتي اثنين من الفولورز تبعوني كانوا قاعدين؟ اي وانا شغله بالي قصه هالبيت، عم حكيت لي هن حابين يسمعوا. اذا هيك رواء بتروحي لعند الاثنين فولورز تبعونك وبتقولي لهم شو مشكلتك وهن بياخذوا لك بيت وبيقعدونا فيه. ساره بلا نقك هلا ولاقي لي حل. انا عم فكر احكي مع نور. نو واي نور، قلت لك لا. بلا نو واي بلا هاي واي، بدك يعني نصب الطريق؟ لك انت ليش مصره على نور؟ فهميني، بتعرفي الف فيها غيرها، ليه مصره تفضحيني؟ لا ما بدي افضحك، بس لانه نور حدا كثير حساس وقد تساعد العالم بتساعدهم من كل قلبه. بعدين مو حضرتك اللي حطيتينا بهي المصيبه؟ خليتينا نحط ثلاث ارباع المصاري اللي معنا، ايجار بيت كثير غالي، مشان تاخذي بيت سياح نياح وتقعدي تبروزي فيه قدام فانزاتك، مبسوطه هلا؟ هي صاحبه بده يقول لي عنها. ساره يلا خلصينا، قطع نفسي. يلا جاي. أنا قايمة على شغل عن إذنك. بتعرفي شو؟ هي الفترة حاسة بالانتماء لشخصيات ديزني. لك يا قطع عمره شو غليظ بشع وعانقني؟ يا عيشو يا ربي عيشو. تفضل بيبي. شو؟ الظاهر انه نور بدها تقعد حدا من رفقاتها عندها. وانت كيف عرفتي؟ اذا انا نفسي ما عرفت ولا سمعت هالحكي. بيبي رفيقتها ميديا اجت من امريكا، وين بدها تقعد يعني؟ اكيد بدها تقعد عند نور. ريهام ممكن تشيلي نور من راسك؟ الحق علي بيبي، وانا كنت بس بدي خبرك انه ميديا اجت من السفر كرمال نروح نسلم عليها. نروح؟ ليش انت بدك تروحي معي؟ لا ابيبي روح لحالك. طبعا بدي روح معك، يعني تخيل اتركك تروح لحالك، اصلا ممنوع حدا من الصبايا يشوفك اذا انا ما كنت معك. معناته ما صفي عنا غير ترتيب هذا الباب ومنسلمه الشقة، وإذا هن عندهم ملاحظات بيحاكوني أنا. شو ممكن أعمل؟ يا أخي والله جننتني، كم مرة بدي أعد لك العنوان يعني؟
ليكني على الباب واقفة. مرحبا. أهلا. عفوا. ليكني على المدخل. مدخلنا جنب المدخل الأبيض الكبير، شفته ولا لا؟ والله يا أختي الظاهر إنه ضايع. فهمت عليكي، باب أبيض كبير بس مو عم لاقي، مو عم لاقي. طيب شو ساوي؟ ما طيب هلا راح دور وب... حبيب القلب إلا خلص وصلت إدنا الطلب. طيب وصل. أدي حسابك؟ 80,000. يلا أعطيني إياه لو سمحت. على راسي. تفضل. أهلا وسهلا فيك. بس دقيقة سبعة خلص حساب. شايف. يسلموا إيديك. شكرا. على راسي. تفضلي. شاب الدليفري ما له عارف على العنوان منيح، فأنا أخذته منه. صح. تسلم إيدك، ما قصرت. بس قديش دفعت؟ هالمرة هدون ضيافة مني، كونكم ساكنين جديد. تفضل. يا أخي مستحيل، لا تحاول. ليك ما فيني نازلة. يلا أوكي. صدقيني ما راح أخذ مصاري. مرحبا. بيتزا هلولة، تخبوا لي حصتي إيه أو انطروني. مرحبا. ها مرحبا. باي. بس لو سمحتي خلص خديهم. نفخت لي قلبي، خذ المصاري لاخذ البيتزا. لا اذا هيك الحكي انت نفختي لي قلبي، ما راح اخذ مصاري. مرحبا. لو سمحت خذ المصاري. نور حتى انت مستحيل اخذ مصاري اذا بتريدي. لو سمحت انا هيك بفضل، لا تحرجني. هيك المعامله صارت. طيب شكرا لك. فوتي.